طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى النشرة المحلية من قناة عدن الفضائية. أهلا بكم. كرمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والسلطة المحلية بمحافظة تعز أوائل الجمهورية في المعاهد الفنية والتدريب المهني والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذا الموجهين والإداريين ومشاريع التخرج المتميزة. وفي الحفل الذي حضره قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، هنأ المكرمين على تفوقهم، مثمنا جهود مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، وذلك في الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستويات التحصيل العلمي. من جانبه، أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي أن التعليم يعد من أولويات اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، باعتباره حجر الزاوية في التنمية المنشودة وإعادة إعمار ما دمرته ميليشيا الحوثي الانقلابية في حربها على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة ما يمكنها من دعم لصمود هذا القطاع الحيوي والمهم وقيامه بدوره الوطني ورسالته الإنسانية في إعداد أجيال المستقبل كقادة بناء وتنمية. إلى ذلك، اعتبر مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة قائد الصلوي أن تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 30 طالب هو تكريم لكل الطلاب المتفوقين والمجتهدين وحافزا لمزيد من الاجتهاد والمنافسة بين الطلاب. ناقش محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع المديرة الإقليمية لمكتب المجلس النرويجي للنازحين سيدة بولين، ناقش المشاريع الجديدة التي سينفذها المجلس في المحافظة فيما يتعلق بالنازحين والمدعومة من صندوق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء، أوضح المحافظ أهمية العمل على التدخل بالجانب الصحي وقطاع التعليم وحل إشكالية نقص الكادر الطبي الاختصاصي والكادر التدريسي في عموم مديريات المحافظة، مؤكداً تقديم السلطة المحلية كافة التسهيلات اللازمة للبدء بإنشاء مخيمات للنازحين ونقلهم إليها تحت إدارة المجلس النرويجي، وضرورة العمل على إنشاء مراكز تدريب في كل مخيم لتأهيل النساء والفتيات في حرف يدوية لكسب العيش. من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمكتب المجلس النرويجي أن المجلس سيتدخل في إدارة 4 مخيمات في مديرية خنفر، وسيقوم المجلس بمساعدة السلطات التنفيذية بنقل المخيمات المهددة بالمخاطر إلى المواقع الجديدة التي تم تحديدها مسبقاً من قبل السلطة المحلية. إلى ذلك، تتواصل المساعي الأممية والجهود المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين النازحين من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث وصل إلى مديرية لودر محافظة أبين فريق أممي من الأمم المتحدة للاطلاع على احتياجات النازحين بالمحافظة. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل ردفان عمر. يواصل الفريق الأممي من منظمة الأوتشا والمفوضية السامية برئاسة ممثلة كتلة الحماية السيدة مارجري ومسؤول الشؤون الإنسانية ونائب منسق كتلة إدارة المخيمات وسونيا المسعد رئيسة قسم التنسيق، يرافقهم مدير الوحدة التنفيذية للنازحين وممثل المفوضية السامية أليس اليوسفي، ووضاح حماص مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي يواصل نزولاته لعدد من مديريات محافظة أبين لتفقد أحوال النازحين، حيث وصل الفريق الأممي مديرية لودر بمحافظة أبين للإطلاع عن قرب لاحتياجات النازحين القادمين من المناطق المشتعلة جراء الحرب المسيطر عليها الجماعة الحوثية، وذلك وفقا لنتائج اللقاءات السابقة بين السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومنظمة الأوتشا والمفوضية السامية وعدد من الكتل العاملة في مجال تقديم الدعم الإنساني للنازحين وفقا لتقارير الوحدة التنفيذية بالمحافظة، وتعاون رئيس وحدة النازحين بالجمهورية الأستاذ نجيب السعدي. اليوم في زيارة مع وفد الأمم المتحدة، منظمة الأوتشا وعدد من المنظمات الدولية والسلطات المحلية ومكتب التخطيط والمحافظة إلى مديرية لودر، زرنا من خلالها بعض المخيمات التي نزحت من حلحل إلى منطقة الضبي والنقدة وإلى عدد من مناطق محافظة مديرية لودر. طبعا الوضع زي ما تشاهدونه وضع مأساوي جدا، الأسر عايشة بالعراء،
نناشد جميع المنظمات الدولية بالتدخل العاجل والطارئ لتوفير الشلترات والمخيمات والإيواء والغذاء والخزانات وتوفير لهم حياة كريمة. كما نطالب جهات الاختصاص بمساعدتنا برصد جميع البيانات النازحين ومساعدتهم لكي يتسننا التحقق من ذلك وتوصيل إليهم المساعدات بأقرب وقت ممكن. الوفد الأممي وصل لودر وتعرف على احتياجات المناطق التي تقطن فيها أعداد كبيرة من النازحين، وعلى وجه الخصوص احتياجات مشروع مياه لودر المرحلة الثالثة وحاجته للعمل بالطاقة الشمسية. وتعرف الفريق الأممي أيضا على احتياجات النازحين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم جراء الحرب والارتفاع الأسعار. نزحنا من أرضنا، نزحون الحوثيين، ونحن نازحين، لا معنا حمامات، لا معنا خيم، لا معنا دار، لا معنا نار، في عرش ما يقص فيها حتى كلب. نزحنا من الحوثي، نزحنا من الحوثي الحل ما طبقتنا القوة اللي لا ما نقدر شيء عليها ولا في جاتنا شيء أبدا. فرجعنا لأصحاب العائلة الأسر ما نضغط في الأشعاب ما يقول شيء. المهم الصبر ما يوجد عندنا، ونشكر اللجنة على وقوفها أن توقف أول مرة في حياتنا هنا، وناشد المنظمات بمساعدتهم ويساعدونهم شوفوا كيف الحالة. نزحنا من منطقة الرغب الشرق شغيب، ونحن مشردين من قفاء حرب الحوثي مكرفين في هذا الشعب بحال حال، وأرجى المساعدة مع التعاون منها. أكثر من 1000 أسرة نزحت إلى مناطق مديريات لودر جراء المواجهات بمحافظة البيضاء، وألاف نزحوا إلى عدد من مديريات المناطق الوسطى وسط ظروف معيشية صعبة. كان في استقبال الفريق الأممي عند وصوله مديرية لودر الشيخ علي محمد القفيش مستشار رئيس الجمهورية عضو مجلس الشورى، ومدير عام المديرية عوض علي النخعي، والعميد الخضر مزنبر مدير شؤون الأفراد، والعميد يوسف العاقل قائد الشرطة العسكرية. وتم مناقشة المستجدات الإنسانية في ظل استمرار الحرب واستمرار نزوح المواطنين من مناطقهم خاصة من مناطق دمان وأم حلحل، وتم مناقشة مصفوفة من الاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الطارئة. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين. افتتح وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ومدير عام مديرية البريقة فهمان العطيري مستشفى طيب النموذجي في مديرية البريقة البالغ تكلفته 5 ملايين دولار، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف. وفي حفل الافتتاح أكد وكيل محافظة عدن رشاد شائع على أهمية المشروع الطبي الذي سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في السفر للخارج لما يحتويه من أجهزة طبية حديثة، مبينا بأن السلطة المحلية تدعم مثل هذه المشاريع الخدمية التي تعتبر نقلة نوعية للعمل الصحي بالمحافظة. من جانبه استعرض مدير عام مستشفى طيب النموذجي الدكتور عمر محمد بنافع هدف إقامة المستشفى الذي سيقدم خدمات متميزة وبأسعار مناسبة للمرضى ويوفر تخصصات وأجهزة جديدة تسهل عملية التشخيص والعلاج. ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون المديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي مع مدير مكتب الأوقاف والإرشاد محمد بلفاس تدشين أعمال لجان حصر المساجد المندثرة والقديمة في مديريتي سيئون وتريم كمرحلة أولى لإعادة تأهيلها. وأجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه حسين الثقاف المهتم بشؤون المساجد بالمديريتين ومهندسي مكتب الأوقاف منذر بن شملان وعلوي طه الحبشي مناقشة إجراءات وآليات عمل لجان حصر المساجد في المديريتين. أكد الوكيل التميمي على أهمية عمل هذه اللجان للحفاظ على المساجد القديمة، شاكرا مكتب الأوقاف لاتخاذ هذه الخطوة التي تسهم في الحفاظ على بيوت الله ذات العراقة التاريخية القديمة، فيما اعتبر مدير عام الأوقاف أن هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة داعيا المواطنين إلى التعاون مع لجان الحصر ليتم رفع التقارير عن حالة هذه المساجد التي سيتم إعمارها والحفاظ على معالمها وخاصة القديمة منها.
دشنا مدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي ومعه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد علي الورشة الخاصة بتقييم الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء الصحي للفئات الأشد فقراً. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أشاد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي بنوعية التدخل في القطاع الصحي وخصوصا مركز الوفاء الصحي والذي يحتاج إلى الاهتمام بسبب الظروف الاقتصادية التي جعلت الجميع يعاني فما بال فئة الأشد فقرا. جاء ذلك خلال تدشين الورشة الخاصة بتقييم الاحتياجات لمركز الوفاء الصحي لرفع وتحسين الخدمات المقدمة والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. مديرية المظفر المدينة السكنية حارة الفاروق. إلى جانب الأخ مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي بافتتاح الورشة لتقييم الاحتياجات لمركز الوفاء الصحي بالمدينة السكنية التابعة لفئة الأشد فقرا في محافظة تعز. طبعا المشروع هذا مقدم من جمعية المستقبل الاجتماعي الخيرية وبدعم وتمويل منظمة أجيال بلاقات. هذا المركز طبعا سيقوم بتقديم الخدمات الصحية لهذه الفئات الأشد فقرا، واحنا بدورنا سنقوم بحثر منظمة المجتمع المدني لتقديم بقية الاحتياجات الأخرى داخل المدينة السكنية لهذه الفئة. اليوم نحن هنا في صدد تنفيذ النشاط الثاني من مشروع صحة من أجل السلام المجتمعي اللي تنفذه جمعية المستقبل بدعم من منظمة أجيال بلاقات حول بناء السلام والتعايش المجتمعي. كأننا اليوم نحن موجودين هنا تدريب 20 شاب وشابة من الفئتين المهمش وغير المهمشين والعاملين الصحيين في مركز الوفاء ومكتب الصحة. الهدف منها تشكيل لجان صحية، وتعتبر هذه لجان نوعية ولأول مرة يتم تشكيلها. المتعارف دائما لجان مجتمعية ولجان سلام، ونحن اليوم شكلنا لجان صحية تتشكل من 10 من الفئات الأشد فقرا و6 من المجتمع الآخر و4 من العامل الصحيين. الهدف منه بناء سلام في المجتمعات الفئات الأشد فقرا والمجتمع والتجمع السكاني لهذه الفئة. وتأتي الورشة في إطار مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنسوية وتفعيل دورهم في المجتمعات المحلية، وبدعم من منظمة أجيال بلاقات وتنفيذ جمعية المستقبل الاجتماعية النسوية. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. في تعز أيضا دشن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد علي مشروع تعزيز الوساطة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي والذي ينفذه مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل وبدعم من منظمة أجيال بلاقات. ويتلقى 20 متدربا ومتدربة حول اعتبارات النوع الاجتماعي في الوساطة وحل النزاعات ومفاهيم عن النوع الاجتماعي وأبعاده مع تحليل النزاعات والتفاوض الفعال وأنواعه على أسس العملية التفاوضية والوساطة وتشكيل تحالفات وجماعات الضغط وكيفيتها على مدى 5 جلسات متتالية. الخبر الأخير، تمكن فريق الرشيد الرياضي من الفوز على فريق الطليعة بـ2 مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ميدان الشهداء بمدينة تعز على كأس ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. كأس 14 من أكتوبر انتزعه فريق الرشيد على الطليعة في مباراة ودية بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد 58 لثورة 14 من أكتوبر التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز وبرعاية من وزير الشباب والرياضة نايف البكري. بمناسبة العيد 14 من أكتوبر الثورة المجيدة، نحن قمنا بإقامة هذه المباراة على كأس ثورة 14 أكتوبر بين فريقي الطليعة والرشيد. كما سبق أن كان هناك فريقين في عيد سبتمبر اللي هم الأهلي والطليعة، فاز الطليعة فقام بلقاء الرشيد في مباراة 14 أكتوبر، والفائز منهما سيقابل فريق الصقر في 30 من نوفمبر إن شاء الله. هتافات الميدان تشدو بعيد أكتوبر والذي نال شرف المشاركة بعيد 14 من أكتوبر الرشيد والطليعة بنتيجة 2-1 بعد مباراة ممتعة
أظهرت الفريقين بحلة المنافسة القوية. تزامنا مع اعياد ثورة 14 أكتوبر والبطولات التي يشرف عليها مكتب الشباب الرياضة وينظمها اتحاد كرة القدم، اليوم مباراة الرشيد وطليعة تعز في ذكرى 14 أكتوبر، هذه الذكرى الخالدة ورحيل الاستعمار البريطاني من جنوب الوطن. تقام اليوم هذه المباراة الجميلة وكما تشاهدين، وإن شاء الله يكون هذا نحتفل العام القادم ونحن أيضا الوطن في خير وعافية. ملعب ميدان الشهداء دائما يلهب لهيب كروي متميز خصوصا في أعياد سبتمبر وأكتوبر، فهي تقول إن المباراة وكرة القدم دائما تحيي أعيادها بكل شغف وحياة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعد. نشرتنا المحلية انتهت، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، شكرا للمتابعة، دمتم في رعاية الله.